استغل الوقت ونستضيف معي النائب المستقل على الحيدري ليطلعني على تفاصيل جلسة اليوم وما طرأ فيها وما حل في جلسة اليوم. تحية طيبة، مساء الخير في جلسة في أخبار الثالثة. نتحدث عن أبرز ما جاء في جلسة اليوم، ما هي المخرجات كقراءة تسبق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة كانت جلسة استثنائية وبحضور أغلب النواب ورئيس مجلس النواب برئاسة رئيس مجلس النواب وبحضور السادة وزير الخارجية ووزير الدفاع والقادة العسكريين. كان هنالك إجماع نيابي حقيقة وإجماع وطني شامل باتخاذ القرار بقبال هذه الجريمة النكراء وباحترام للدم العراقي، فبالتالي انه هنالك اجماع نيابي بانه احترام الجاره تركيا للاراضي العراقيه وللشعب العراقي، وفي حاله انه عدم انسحاب القوات التركيه او اخلاء قواعدها في شمال العراق، واذا كان هنالك مشكله لدى الاتراك بين الحكومه والبككه فبالتالي يجب ان تحل على الاراضي التركيه وليس على الاراضي العراقيه، وخلاف ذلك هنالك اعتقد موقف وطني شامل راح يكون وراح تخرج هذه النتائج والتوصيات بموقف يليق بالدم العراقي، وخلاف ذلك لا نحتاج الى مواقف خجوله وانما نحتاج الى مواقف وطنيه قويه لاجل حفظ الدم العراقي. التقارير الأمنية التي صدرت اليوم داخل قبة البرلمان تجيز أن هنالك 4000 أكثر من 4000 جندي تركي في الأراضي العراقية، 100 نقطة عسكرية في الأراضي العراقية وأيضا قواعد لهبوط الطائرات. كيف تفسرون هذا التواجد العسكري على الأراضي العراقية كأعضاء مجلس النواب؟ التفسير هو احتلال حقيقة للأتراك لشمال العراق وتمدد للاحتلال. أعتقد أنه المعلومة القوات التركية على بعد 22 كيلومتر عن مركز مدينة الموصل، وهذا يجب أن يقف عنده جميع المتصدين في الحكومة العراقية وعلى رأسها رئيس مجلس الوزراء باعتبار القائد العام للقوات المسلحة، ويجب أن يكون هنالك قوة لردع هذه الانتهاكات، والعراق ليس بضعيف ولكن العراق قوي بجيشه وحشده وقواته الأمنية. هناك خرق للمواثيق الدولية والاتفاقات بين الجارتين، هذا الخرق كيف سيعالج؟ حقيقة الخروقات كثيرة من قبل دول الإقليم على العراق، لكن أعتقد العراق ليس ببلد أنه الضعيف وإنما نحترم حق الجيرة، وهذا الاحترام أعتقد وصلنا إلى هذه المستويات. يجب أن يكون هنالك العين بالعين والسن بالسن حقيقة كما يقولون، يجب أن يكون هنالك احترام لأبناء الشعب العراقي واحترام للدم العراقي، وخلاف ذلك أعتقد أنه لا نحترم دول الجوار التي لم تحترم العراق. نائب على الحيدر، شكرا جزيلا على انضمامك معي في نشرة الظهيرة. كما استمعتم إلى ما جاء داخل مجلس النواب والقرارات التي لربما ستؤخذ وسيتخذها مجلس النواب في القريب من الوقت ومخرجات الجلسة التي تؤكد على ضرورة أن تكون هنالك وقفة للحكومة العراقية ورد لهكذا هجمات دبلوماسيا وإن تطور الأمر ليصل عسكريا. نعم، من داخل قبة البرلمان كنت معي مراسلنا محمد فراس، لك ولضيفك الكريم كل الشكر.